انا السيف شواف رابح مسابقه كليب بلانس 10 على موقع itv.tv. وكثير منكم عم يتساءلوا كيف ربحت، ليش ربحت، وشو صار معي بعد ما ربحت، كيف كان تصوير الكليب واللقاء مع الفنانة نانسي عجرم لأول مرة. كل الأسئلة وأكثر رح جاوب عليها بالرياليتي أبيسودز، وفيكن تتابعوها قريبا على itv.tv. And be sure to subscribe to itv.tv for updates.